أهلا وسهلا بكم. تقدم أحد المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي بعدد من الشكاوى لبرنامج جهلة ضد وزارة الشؤون الاجتماعية بما اسمه فساد داخل وزارة الشؤون الاجتماعية، وهو معي في الاستوديو الأستاذ عبدالله السعيد. أهلا وسهلا بك، شكرا لحضورك واختيارك برنامج جهلة. وأيضا معي على الهاتف المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية الأستاذ خالد الثبيتي. أستاذ خالد مساك الله بالخير، شكرا لحضورك. مساك الله بالنور، بحيك طبعا. شكرا لحضور. أبدأ معك عبد الله باختص يعني أو على شكل نقاط، يعني أنت متهم الوزارة بالفساد ومشاكل كثيرة بالقصور. طيب تفضل. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أشكر لك أخ علي العلياني إتاحة الفرصة للحديث على هذا المنبر. أتيت لكي أبث هم شريحة نقول نحن كمثقفين في هذا البلد ومن نلوك جراحهم أنهم تحت خط الفقر. لا يوجد لدينا فقر، ونأسف أن نقول فقر في هذا البلد الذي ظهر ولي أمرنا في يوم من الأيام وقال لكل وزرائي وكل مسؤولين أنا المواطن، أرجو أن تعتبروني أنا المواطن. للأسف لا زالت وزارة الشؤون الاجتماعية من مبدأ أنك تحرصني على الاختصار، والأخ خالد الثبيتي يسمعني وعايش معي هذه الأشياء هو شخصيا، أن وزارة الشؤون الاجتماعية منذ تولي معالي الوزير حقيبة الوزارة إلى الآن لم تحدث شيئا سوى زيادة رواتب المستفيدين الغلابة زيادة لا تذكر. أنت خذ حالتي أنا كمقياس، أب لخمسة أطفال، مريض مرض عضال، تقريري واضح بأنني لا أستطيع كسب ربع ثقمة العيش مدى الحياة، ثم آتي إليهم أتقدم أطلب منهم مثلا طلب مستحيل، سيارة ما يصرف لك كمعاق إلا إذا كنت يعني يقول لك طيب وشلون المشلول ذا يستخدمها. أنا رب أسرة، أربي في جيل، ما أبي أربي أسرة تدخل الفقر مرة أخرى. باختصار أنا أود أتوجه للأخ خالد الثبيتي كمتحدث رسمي، وكنت أتمنى أن يكون في وجهي غير، أن يكون الأستاذ محمد العقلة أمامي، لأن الأستاذ محمد العقلة كان يجيد اللقاءات والتحدث عبر التلفزيون، وكأنه ما شاء الله تبارك الله يدعم ملفهم الذي يحمل كل طيب الروح في القصور. موضوع أنا طال عمرك، شرعت الوزارة كما في الفترة الأخيرة في أشياء فاشلة، ومنها البرامج المساندة فاشلة، برامج السرقة، برامج اتخذت، أنا أتحدث وأنا مسؤول عما أقول وأرجو معاقبتي لأني أتحدث في ظل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين والذي لا يرضى هذا التصرف لا من وزير الشؤون ولا من وكلائه كلهم. بس هذا التهم خطير، وش هو فيه؟ بس نعم أوضحها بس. نعم طال عمرك أنا أعي ما أقول. واحد، خصصت لنا أثاثات وتأثيث ولجنة وإشراف لخمس سنوات، خمس سنوات من بحثت حالتي إلى أن جاء قبل كم يوم ينادوني جايبين لي ديدسون ونيت محمل بخمسة مكيفات عاس نجمة نجمتين سوري، ولو تبي تتصل بعيالي هالحين أمامك وتسألهم عن عدد النجمات، وثلاجة سببت البنتي حالة نفسية بصوتها هاس برضو. اعذرني أنا أكون صريح فأنا أحمل. لا بس أنت مسوي لنا مشكلة مع الشركة اللي قاعد. لا 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 ما أنا ما أتكلم أنا أوكي. بدون طيب. أسمع ما عليه، لكنها الحقيقة. طيب شركة من الشركات علشان خاطر أخوي علي من عيون الثنتين خلاص البرنامج. قلتها خلاص كبيت العشاء. طيب أوكي، أيضا فيما يتعلق بالجزئية مهمة لكم بقى. راتب متأخر عليكم. عفوا الله يحمي، أنا جايك واحدة واحدة، هي ثلاث ما أخذ لي أي. في يذكر أخ خالد أني أنا تناقرت مع الوزير ومع الوكيل على حكاية حقيبة الطالب أي. وقلت لهم أنتوا أبخص في جغرافية المملكة العربية السعودية أي. إذا استفاد منها شخص بجنب مكتبة العبيكان اللي بتهامة وشلون يطلع يستفيد منها في تهامة بلأسمر وبلأحمر وقحطان، وعندك من تهامة ممتدة جبال السروات إلى الباحة احسبهم نحن نقول تحت خط الفقر، ليسوا تحت خط الفقر حاشا الله، وحاكم هذا البلد عبد الله بن عبد العزيز، هم تحت خط الخطأ، تحت خط الممارسات اللي أنا جاي أشير عليها. أنا لا أحب أن نقول موضوع لا جيت الجرح أعمل على إزالته مرة واحدة. طيب إحنا في باقي النقطة الثالثة عشان نعطي فرصة للخارج. الأثاث طال عمرك صرف لنا الأثاث باختصار، صرف لنا الأثاث التحفظ اللي عليه، صرف لنا الأثاث اللي الوزارة
تعدمه في ساحات الرياض الممنوع. يا أما التاجر يعني. أعتقد أنه في برنامج في حلقة من حلقاتك تناولت الموضوع هذا مع التجارة وكذا، غير صالح. ثانيا، وش سر الإصرار على خصخصة مال الزكاة؟ إذا كنت تكتب من الشعارات ما يذهل إيش؟ أنه جل ما تصرفه طيب. هذه المؤسسة من الزكاة احرص عليها. طيب باقي في نقطة تخصك أنت؟ في نقطة تخصنا باختصار، لنا راتب طال عمرك اللي هو لنا أنا ما أتكلم عن شيء يخصني أنا. أنا لنا راتب لنا راتب طال عمرك اللي هو بدل الغذاء. احنا تناقشنا في مشكلة حقيبة الطالب عفوا طيب. عشان أصل مع الأخ خالد بنقطة أيه. وصلنا إلى وجوب إيداع المبلغ في حساب المستفيد وهو أسلم حل. ليش ما فكروا في الأثاث نفس الفكرة؟ ولا لازم من فلترة الأمور يا علي؟ طيب لازم تمر على طيب. كذا شركة. أستاذ خالد بعد إذنك. أستاذ عبد الله، أستاذ خالد ألو طيب. تسمعني؟ بس بس بخليك ترد على الأستاذ عبد الله، ولكن في خبر قبل يمكن قليل أن الملك عبد الله يوجه بتكفل الشؤون الاجتماعية دفع تكاليف ذوي الإعاقة من المواطنين عند مراجعة مركز التأهيل الأهلية، هذا على حساب سبق. يمكن ما يخص عبد الله بس ودي تعطيني تأكيد عليه ومتى راح تنفذون، وبعدين نرد على الأستاذ عبد الله بدقة إذا سمحت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا أستاذ علي، دائما تعطينا فرصة من أو نسمع أو نوصل الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين ممثلة في الوزارات والمؤسسات الحكومية للمواطنين. بخصوص دعم المعاقين أو توجيه خادم الحرمين بتكفل وزارة الشؤون الاجتماعية بإيداع أو عفوا بالتسديد على المعاقين في المراكز الأهلية، هذا بالفعل تم الآن، والوزارة في طور تحمل تكاليف الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني لعام 1436. طيب. ممتاز جدا. بالنسبة للنقاط الأستاذ عبد الله السعيد، الأستاذ عبد الله سعيد طبعا هو أنا أعرفه جيدا، وهو من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وسبقا عملنا مع بعض منذ أن كنت في شؤون المستفيدين منذ أكثر من 7 أو 8 سنوات. أشكرك. بخصوص البرامج المساندة، أنا الحقيقة لا أتفق مع الأستاذ عبد الله. البرامج المساندة هذه طبعا أقرت بموجب أمر سامي كريم عام 1469، خصص لها 3,500,000,000 في ميزانية عام 29 و30، واستمرت إلى عام 1435. الحالات التي تشمل بالبرامج المساندة جميع الحالات يا أستاذ علي التي تحصل على معاش الضمان هي مشمولة بالبرامج المساندة. البرامج المساندة 7 برامج: المساعدات النقدية لأجل الغذاء، المساعدات النقدية لأجل الحقيبة والزي المدرسي. والأستاذ عبد الله يتكلم عن تهامة قحطان وأنه كيف كان يصل تهامة القحطان، يبدو لي أن الأستاذ عبد الله لا يعلم جيدا أنه من 4 سنوات حولنا البرنامج إلى مساعدات نقدية وتصب في حسابات المستفيدين بداية الفصل الدراسي أو قبل بداية الفصل الدراسي بأسبوعين وثلاثة أسابيع، يودع لا يقل عن 54 مليون ريال سنويا في حسابات المستفيدين لأجل الحقيبة والزي المدرسي. يعني أنتم من 4 سنوات الحقيبة تدفعونها كاش للناس في الحسابات؟ نعم. نعم. نعم نعم تدفع كاش منذ عام 1431 يا أستاذ علي. تدفع كاش على الفصلين، كل فصل يصرف ما يقارب 27 مليون ريال. طيب بالنسبة لبدل الغذاء أستاذ خالد، بدل الغذاء طبعا يعلم المواطن الكريم أستاذ عبد الله أنه بدل الغذاء دائما يصرف يوم 10 من كل شهر هجري، طبعا يوم 10 يوافق يوم العيد أو عيد الأضحى المبارك، وبالتالي أودعت البرنامج المساعدات النقدية لأجل الغذاء لأكثر من 205 مليون أودعت في حسابات المستفيدين يوم 1/2، وكل المستفيدين أودعت في حساباتهم، وجانا الفيدباك من المصرف الراجعي أن المبالغ أودعت يوم 1/12. قد يقول الأستاذ عبد الله لأنها أودعت في نفس اليوم اللي أودعت فيه المعاشات، فبالتالي قد يكون بعض الناس وصل له نفس انه والله طيب. المعاش طيب استاذ خالد نعم استاذ خالد هو يبغى يسالك استاذ عبد الله، اذا سمحت بخليكم تناقشون. تفضل. مساك الله بالخير استاذ خالد. يا هلا عبد الله. والله عفوا ما كنت اتمنى ان مثلك في المواجهه هذه معي. عفوا. لا بالعكس. العفو. لا اخوي خالد لو تكرمت اخر خدمه لك
آخر خدمة خدمتني إياها أشكرك عليها ولا أنكرها. لا كان أي عفو. مواطن إحنا في خدمة المواطن. أنا أقول لك شغلة واحدة، معلومتي موثقة يا أستاذ خالد، ولن أكذب ولا وصلت هنا عشان أحمل نفسي كلمة في هذا السن. إحنا ما صرفنا بدل الغذاء إلى الآن. تبي أستشهد؟ أنا حاضر على هواء مباشر الحين بكذا عائلة أنا من الضمان الاجتماعي. العفو هي أنا ماني أنا ما أنا كنت أتمنى أنا كنت أتمنى عفوا كنت أتمنى الوكيل المعني أنا كنت أتمنى الوكيل العقلة اللي يكلمني. طيب خلينا من العقلة الحين، العقلة مو معنا، لو معنا بعطيك. لكن طالما أنت موجود معي نفس الخطأ يا أستاذ عبد الله، أنا ترى ما تعنيني الأسماء والخصومات، أنا أعني لي أنك إذا لك حق والله ما هي شخص الآن. أستاذ خالد أنت تقول أن أعطيك بعد الهواء رقم سجل المدني وبكرة تعطيني برنت، وأنا أعطيك برنت بأنه المبلغ قد يكون في لبس، بس هذا لا يعني أنه عبد الله يكذب، ربما في لبس. لا ما وصلنا ولا صرفنا ريال. وأبها هذولي لو تشوف منظرهم على الصرافات، الأطفال رايحين جايين بالذات في العيد، والمفروض أنها تصرف لنا عيدية. صرفت الشيء اللي ضحك. العفو صرفت في رمضان عيدية، ما أقول لك لا، لكن في عيد الأضحى إيش معنى عيد رمضان عيد وعيد الأضحى ما هو بعيد؟ طيب خلينا هذه النقطة طالما نجدل. هو يقول ما صرفت. طيب أوكي أنت تقول ما صرفت، ونفس وخالد يقول المشكلة الأخرى اللي أبغى. وخالد يقول صرفت. نعم احنا بكره خالد بنعطيه الان رقم سجلك المدني من عيوني، اذا صرفت لي يعطينا البرنت. انا اتعاقب خلاص نحله، يمكن يطلع في خطا اداري بسيط. يمكن هذه بطاقتي، طال عمرك امامك، وارسل اي شخص على الصراف اذا كان صرفت لي لك حق. لا لا او للاخ خالد انا معك، انا البرنت هو اللي يحكم. لا لا البرنت انا ارسل له البرنت. اي ما في اشكال، بكره نحله. طيب باقي في نقاط استاذ. إيه النقطه المهمه، الشوله ايكال الامر بالزكاه، طالما انك تقول ان هذه اموال زكاه، لمن هي؟ لله عز وجل، ثم لولي الامر ما شاء به. طيب رد على هذه استاذ خالد، ليش المقاولات؟ ليش ما المبلغ الباكج كامل اللي خصص من قبل لجنة المتابعة والباحثة والباحث و و و خلافه، ثم تقرر مبلغا للمذكور وقدره، ليش نستكثر عليه يا أستاذ علي أنه طيب يدخل في حسابه؟ أستاذ خالد تفضل. أي مبلغ؟ أنا ما فهمت. الباكج حق الأثاث اللي لو جبته، اللي لو شفته يا أستاذ خالد ما تصدق. الثلاجات قلت لك عبد الله العفو، لا تسكتني. الثلاجات على نجمتين، هذا برنامج ونجمة. الأثاث من 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 لو سمحت من اللي في حراج بن قاسم. ليش ترضاني؟ لا حراج بن قاسم ولا شيء. لا 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 تعال أنا أثبتها لك، أنا ما أكذب. إحنا في ذمة كلمة أخيرة والتوجيه. الجميع يعلم من برنامج الفرش والتأثيث يمر. صار لي خمس سنين يا خالد لين صرفتوها لي، خمس سنين لين صرفتوها لي أنا شخصيا. لا بس الآن استاذ خالد يقول له خمس سنين، خمس سنين صرفتوها. عندك عبد الله القيسي في أبا اسأل يا أستاذ علي. برنامج الفرش والتأثيث هذا قوائم مستفيدين، أنا عندي في كل مكتب لا يقل عن 20,000-30,000 حالة كل سنة، تدرج القوائم، يؤخذ ما يقارب تقريبا 500-600-1,000 حالة من كل مكتب. أنا عندي 100 مكتب، عندي ما لا يقل عن 800,000 حالة. ذبحتونا بهالمئة مكتب يا أستاذ خالد. لا هذا الواقع. لا ذبحتونا. أنتوا يا جيتكم طالما تقول أنا عندي برنامج وعندي ميزانية، الميزانية المخصصة لبرنامج الفرش والتأثير 500 مليون. الخمسمائة مليون هذه تفرش لما لا يقل عن من 6,000 إلى 8,000 إلى 10,000. غير صحيح، غير صحيح، غير صحيح، غير صحيح بهالشكل. لا غير صحيح عبد الله، مو غير صحيح. هذا ما يعني لا نسطح الامور. لا 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 يا سيد الفاضل، قلت لك انا كنت اتمنى انه مو معك يا خالد على اساس تكون اكثر دقه. طيب لو تكرمت انا بعد باخذ وقت من ناحيه انك تقول لا يا عبد الله، ان انا اقول لك لا يا خالد وانت تعرف. اوكي الاثاث في الرياض صرفت ماركات في كل المناطق، البرنامج ما يسمح لي اذكر اسماء، لو تكرمت لا تقاطعني. في الرياض صرفت أجهزة وغيرها، وبإمكان الأخ علي وبرنامجه وراه فريق متكامل ما شاء الله، ما هم عجزانين، يعملون بحث، يعملون استفتاء. أنا من هذا المنبر أقول وأنا برضو ايه؟ لا تكرمت، لا تقاطعني، لا تلغي أفكاري. أنا رجل مريض قلب لو سمعت. طيب ترى وقت انتهى، راعي نقطة أني مريض قلب. أستاذ عبد الله عشان القلب بس، أستاذ خالد الآن احنا في نقاط معينة فيما يتعلق ب الأثاث المهترئ اللي يصفه نعم عبد الله بهذا الطريق، احنا راح نحقق في الأمر خصوصا في المناطق الغير رئيسية.
والله هو فيما يتعلق استاذ خالد بموضوع صرف اعانه البدل الغذاء او العيد او كذا، هذه راح نرسل لك السجل المدني للاستاذ عبد الله، وبكره نتحاكم بالبرنت، لكن فيما يتعلق بالاثاث راح نعمل تحقيق لاحقا وكل الاراء راح تكون ممثله. شكرا لك استاذ خالد. شكرا لك استاذ عبد الله. انا والله وقتين والله وقتين انتهى، لكن احنا مكملين. عبد الله كل الشكر. نعم شكرا لك. شكرا لك استاذ عبد الله. شكرا لك اخ علي. نعم شكرا لكم انتم لانكم دائما تخصصون جزء من متابعتنا في اهلا مكملين في هذا الملف، بكره بنعمل تفريع عليه، ولاحقا ايضا بنشوف ربما انه اداء الوزاره في المناطق الرئيسيه قد يكون مختلف عن ادائها في الاطراف، وربما يكون نفس الاداء موحد. كل ذلك ما نقدر نجزم فيه الا اذا كان عندنا مستمسكات وادله وايضا تقارير ميدانيه توضح ذلك. نلقاكم غدا في أمان الله.